اهلا بيكم مره تانية. النهارده وصفتنا مهما عملنا اكلات في رمضان دايما في الاكله اللي عايزين نعملها جنب الاكل الرئيسي، عايزين كفته، عايزين فانيه، عايزين حاجات مش طبق رئيسي برغم انها ممكن تكون طبق رئيسي طبعا، بس عايزين دايما نعمل السايد ديشز اللي الكل بيحبها. واحده منهم هي الكفته. النهارده هنعمل كفته البرغل، صراحه من اشهى الوصفات واسهل كمان التحضيرات. يعني انا محضره دي من ساعتين ثلاثة وحطها في التلاجة. الميزة في التحضير انه لما نحطها كمان في التلاجة بتشد اكتر وبتتماسك. احد المشاكل اللي بتحصل في الكفتة انه بالذات لما نحطها على سيخ رفيع كده مش العريض بتقع، دي لما تبقى قوامها مش متماسك قوي. فاني احضرها في رمضان واحطها في التلاجة ووقت الفطار قبلها بتلت ساعة زي ما انا حامل مش مسوية ابدا قبل الهوا، هدخلها دلوقتي معاكم وهتستوي بسرعه وخلص احضرها حتى قبلها بيوم شيلها من دماغي، وقبل الفطار على طول ادخلها الفرن قبلها بنص ساعه. تعالوا ندخلها الفرن ونشوف الوصفه بتتعمل ازاي وايه الاسرار الصغيره. واحده من الاسرار، ناس كتير عامله الوصفه دي كفته البرغل، وهقول لكم ليه البرغل بيتحط معاها، مش عشان يظهر، عشان يدينا زي ما بيقولوا بعالم الطبخ ييلد، يعني يدينا ترمي، تدينا كميه كبيره. في حاجة تانية كمان بتدينا كمية كبيرة وبتخليها كمان هشة. لما بتتحط كده ساعات أول ما نعملها من حرارة إيدينا والسيخ رفيع ممكن تقع. شوية مية مغلية في الصينية اللي إحنا هندخلها فيها الفرن، سنة بس مغلية علشان البخار ده بيشمعها على طول. دي أحد الطرق، بس لو هي محطوطة في التلاجة ومتماسكة مفيش داعي، بس جربوا اللي بتحصل معاه المشكلة دي يجرب يعمل كده. شايفين البخار أهو، هنفتح الفرن هنحط الشوايه من فوق ومن تحت، يعني الحراره بتحمرها من كل الجهات واحنا رافعينها زي ما انتم شايفين، مش حاطينها على طول على الصينيه. ندخلها الفرن على اعلى حراره، الحراره من فوق ومن تحت وعلى اعلى حراره حسب الفرن بتاعكم. ممكن تحتاجوا انكم تشغلوا الشوايه تقلبوها من الناحيه الثانيه كده. احنا كل اللي عملناه حضرنا الخلطه، هي دي الخلطه اهي اللي هنحضرها دلوقتي سوا. دهونها مش كتيرة، بس في ناس بتحب تحط معاها ساعات دهن، يعني تلاقوا بيجيبوا ليا أو دهن مبشور وبيضيفوها لها. أنا النهاردة هعمل حاجة تانية، هخلط مفروم ضاني مع مفروم بقري. ممكن نعملها بده أو ممكن نعملها بده، اللي بيحبوا الدسم هيحبوا ده، اللي بيحبوش اللحمة الضاني خالص يستخدموا البقري. الميكس ده بيتعمل في المطاعم على فكرة وبيدي نكهة حلوة جدا. تعالوا نبتدي نحضر الوصفة. هنعمل خلطة لذيذة جدا، هاتوا اجيب الكبة. هقسمها لكم على خطوتين، عندنا اللحمة اهي مع البرغل. البرغل ده برغل ابيض او اسمر زي ما تحبوا، الناعم منغسول ومنقوع ومتصفي. ممكن تنقعوه كمان بمية البصل، يعني احنا عندنا هنا فين البصلة دي للحواوشي اهي، ممكن تاخدوا البصلة دي تضيفوها على نقع البرغل بيديله طعم كمان حلو جدا. طيب هنعمل الخلطة للكفتة هنا في الكبة وهنضيف عليها الآتي. هنحط، أنا عايزاها حراقة شوية، وعلى فكرة برغم إن ضفت فلفل حراق ما طلعتش حراقة قوي، بس طلعت سبايس حلوة جدا. هنحط بصل، أبسطها لكم، خطوتين هم، بصل وتوم. تمام، هاتوا نعم البصل بس شوية عشان يلف مع كل الخضار دي في الكبة. نظبط الكبة، نحط البصل، هنحط مثلا اهو، انا مش هعمل كمية كبيرة دلوقتي اوكي، هنحط بصلة كفاية الكمية دي، هنحط عليها اربع فصوص او خمس فصوص ثوم، ونحط عليها اثنين فلفل حرق بما انه الكمية اللي هنعملها مش كبيرة. هضيف هنا شوية زيت وهضيف البهارات. اللي مش عايز فلفل حراق ممكن يحط فلفل رومي اخضر. تعالوا دلوقتي نضيف شوية زيت هيساعدها تلف، شوية زيت نباتي عادي اهو، وهنحط ملح عشان ده يبقى التتبيلة اللي هنتبل فيها الكفتة. ملح، وهنحط البابريكا. البابريكا هنا دورها مش بس الطعم، بتدي اللون المحمر شوية للكفتة لما تستوي، فهنحط كمية بابريكا حلوة. حط ادي معلقة اتنين
ثلاث معالق صغيرة بابريكا أو معلقتين مثلاً كبار، وهنشوف لونها لو احتاجنا هنزود. هحط كمان شوية حبهان سنة كده أهو طرف المعلقة، هنحط سنة كركم برضو بتساعد في اللون نص معلقة، هنحط شوية كبابة صيني أو الأول سبايس أهو ثلاث أرباع معلقة، وشوية جوز الطيب وفلفل أسود. الخلطة دي خطيرة، مبشرة أهي جوز الطيب نبشرها طازة، ولو البابريكا مدخنة يا جماعة هتديكم طعم حلو، بس احنا ممكن ندخل نكهة التدخين عن طريق الفحماية، الطريقة اللي بنستخدمها دايما، وشوية زيت وندخل نكهة التدخين. طيب تعالوا نخلط الخليط ده في الكبة. أين الغطاء؟ أهو. بحب جدا الهاند بلندر من ميانتا، فيها كذا اتاتشمنت وبتنقذني دايما بالمطبخ. تعالوا نبص عليها، ممكن ازود لها سنه بس زيت علشان تبقى بيست زي المعجون، ومش هنحط زيت في اي مكان في الوصفه دي، زي ما انتم شايفين هي بالفرن من غير ولا نقطه زيت لا بالطاسه ولا اي حاجه. والخلطه بقت جاهزه، دي اول خطوه عملنا الخلطه دي. تعالوا دلوقتي في محضرة الطعام برضو من ميانتا نحط البرغل مع اللحمة. هخلط نوعين اللحمة، هاخد شوية اهو من اللحمة الضاني مع شوية من اللحمة البقري، دول على بعض تقريبا يعني اكتر من نص كيلو. هناخد لهم من البرغل مش كتير، يعني مثلا هحط على دول كمية البرغل دي فقط اللي هي مثلا كوباية برغل بعد النقع يعني اهو. بس نبتدي نخلطهم، طيب قلنا هنقول واحدة من الأسرار اللي بتخلي الكفتة هشة وطرية، سنة كربونات الصودا. أهي شايفين كربونات الصودا، باخد بطرف المعلقة كده شوية دي، ودي أحد أسرار المطاعم يا جماعة والمحلات. والبرغل برضو بيديها ييلد، بيسألوني بالكنترول ليه البرغل في الوصفة دي. البرغل مفيد، هيدينا ألياف مبدئيا ونشويات، بس هو اليافه عاليه. بس يا جماعه لما يحطوا اللحمه معاها برغل انت ممكن تزودي كمان شويه البرغل ونعمل كميه كبيره، يعني شويه لحمه يدونا كفته كتير وهتدينا قوام متماسك، يعني كذا سبب لاضافه البرغل. اذا ضفنا البرغل ده احد الاسرار، وضفنا الكربونات. هنضيف التتبيله دي اللي حضرناها اللي هي هتديها الطعم، خليني انزلها كلها لانه طعمها يجنن. شايفين لونها محمر ازاي؟ ده من إضافة البابريكا. تعالوا نبص عليها اهي، بصوا بقت جاهزة، شايفين البرغل مش باين فيها. هنعمل احلى كفتة، بس امتى؟ بعد الفاصل. هحضر الكفتة، طبق فيه مية والصينية قدامي، وتكون برضو الكفتة اللي بالفرن تستوي. نرجع بعد الفاصل ونشوف كمان هنشكلها ازاي. بصوا انا نسيت اضيف الفلفل الاسود، قلت لكم هنضيف فلفل اسود فهضيفه دلوقتي. نعجنها بس عجنة كده بايدينا، وجنبنا طبق فيه مية. ريحتها بالفرن تجنن، تحبوا نبص عليها مع بعض؟ انا قلبتها الناحيه الثانيه، تعالوا نبص عليها. بصوا
هسحب ال هجيب حاجه للسخن لانه خدت لون من ناحيه فلفتها الناحيه الثانيه، شايفين حلاوتها؟ وحتى الدهون الزياده بتنزل تحت، يعني هي شويه الزيت اللي حطيناهم، شويه الدهن اللي في اللحمه اللي بتدينا طعم، دي برضو بعد ما ناخد منها الطعم بتنزل زي على الفحم على طول. هتشوفوا هنا طاسه سخنه، حط فيها شويه زيت، عايزه اشوح شويه طماطم حلوه، الطماطم تبقى كانها مشويه جنبها. هنحط برضو بصل وبقدونس، نحاول نقدمها كده مع كل السايدز وطحينه. نحطها كده، تاخد لون وتعالوا نشكلها. هناخد العيدان، ويفضل العيدان دايما للشوي سواء على الفحم او بالفرن ننقعها بميه، ده بيخليها ما تتحرقش. ناخد الكفته بكل بساطه نفردها، خلي عندنا الميه، الميه بتساعدها بس كده من بره انه تمسك، ونشكلها. شكلوها طبعا على حجم الصينيه اللي هتحطوها فيها، اهو ممكن تسيبوها بالشكل ده، تخلوها دائرية، وممكن نديها بكل بساطة شكل المطاعم، ضغطة كده هنا، شايفين بصباعي كده بضغط، وعملنا ايه؟ عملناها بالشكل الحلو ده. يلا نحضر كذا واحدة ونحطها اهو هنا، وندخلها التلاجة بالشكل ده. هنقلب الطماطم بس، ايوة ابتدت تاخد لون اهو، كأنها بتتشوي. نحطها جنب الكفتة لما تطلع. يلا نكمل. مية. في ناس بيقولوا لي نحطها بالفريزر، ما احبش قوي انها تتفرز، ممكن نفرز الخلطة دي من غير ما نحطها على السياخ، بس هي طازة بصراحة احلى. بس دي ممكن تحطوها طبعا بالفريزر وتطلعوها وتفك وتشتغلوا بيها على طول. اهو تاني بصوا هعمل ايه، صباعين دول هنقفل ابنه كده، صباعين دول بس بنقفل عليهم كده اهو، هي بتاخد شكل الايد، نقرص عليها من تحت شويه كده ومن فوق، ونحطها جنب اختها، وهكذا لحد ما ايه، لحد ما تخلص الكميه. انا برضو شكلي هحط دول بالفريزر ونطلعهم بعدين. طماطم اهي تتشوي، عليها ذره ملح كده. في حلول، مش شرط نبقى مفيش فحم نقدرش نشوي الطماطم زي ما بنعمل، ممكن نشوي بصل كمان. هبعدها عن النار واحطها في طبق صغنطوط، لانه مطرحها هعمل الصوص اللي هو بيجي على العيش الشامي، عارفين اهو عندنا العيش الشامي هنا، بيجي العيش الشامي كده بيبقى جاي تحت الكفته وعليه صوص حلو، هنحضره مع بعض. طماطم اهي هاتوا هنا، ندي مسحه برضو للبوتاجاز. عاملين ايه بقى انتوا في رمضان والمطبخ والصيام؟ يعني انا متعوده ادوق، ما انتوا عارفين ببقى يعني مركزه قوي. يا مي انتي صايمه مش هتدوقي، متعوده طول ما انا بطبخ بدوق. وطبعا ساعات غصب عننا الاكل بيطلع ملح ناقص شويه، قللوا الملح ما تزودوش، يطلع ناقص ونزود واحنا بناكل بدل ما يطلع مالح ونبقى في ورد. طيب هنحط هنا سنه زيت، عين الزيت اهو، سنه شطه، هريسه، هستخدم هريسه، المعلقه اهي، نديها بس يطلع طعمها، سنه صلصه، اوطي الحراره عاليه جدا، نديها سنه ملح، وممكن سنه ثوم بودره. عايزين نبص على الكفته، وممكن سنه ميه كمان عشان تبقى بالفرشه كده نقدر ندهنها. في حاجات صغيره كده لما ناكل بره ما بنعملهاش بالبيت، وبنقول بالاخر انه الطعم طلع ناقص. حته العيش اللي بتيجي دي عليها شويه الصلصه دي بتخلي الاكسبيرينس كلها ليها طعم معين. شويه الطماطم المشويه، البصل المشوي، البقدونس اللي بيبقى مع البصل والسماء، كل الحاجات دي بتفرق. فاحنا اهو بنحضرها قاعدين بحلول بيتيه بكل بساطه. اذا ده بقى جاهز، كنت هدوقه والله. والطماطم مشويه، نبص مع بعض على الفرن لو محتاجين، هو استوى، محتاجين ممكن نشغل الشوايه شويه فوق من غير كل الفرن. نبص اهو الريحه واحده كده بتتشكشك اهي،
بصوا شكلها خطيرة، خدت لون كده. تعالوا نشغل الشواية شوية نديها لون حلو، الشواية فقط، نعلي الحرارة. طيب هنحط معاها ايه؟ هنعمل الطبق. محتاجين العيش اهو، خليني افتح العيش، ممكن نقطعه، ده العيش اللبناني العادي، خليني اجيب مقص احسن، مقص ونحط عليه. في ناس بتدخله الفرن تشويه على فكره، بيبقى مقرمش وسهل، وفي ناس بتحبه تحت الكفته اول ما تطلع تتحط عليه فبيطرى كده وبيدوب وبيتقطع كده وبيبقى طعمه رهيب. هلو نفتح ده، وممكن بعد ما نشويها على طول نحط الفحمايه، هنحضرها دلوقتي، نحط الفحمايه ونغطي الكفته اول ما تطلع بالعيش ده. تعالوا نحضره، ناخد فرشه وندهن كده العيش، تخيلين طعمه حراق كده، وتوم والشطه، هجهزه اهو. تفاصيل والسلطه، السلطه البلدي اللي تتقدم جنب الكفته والطحينه. مش هعمل لكم النهارده طحينه، عملنا طحينه كتير، شويه طحينه معاها شويه خل وملح وميه، شويه كمون، شطه، زي ما بتحبوا. هبدا نحطه هنا، ادي في طبقه بقت جاهزه، ده هنشيله على جنب خلاص، قلنا هنحطه في الثلاجه علشان يتماسك شويه، ننظف حوالينا. تعالوا نعمل الخلطه اللي هي بتتحط بد كده تحت الكفته ورائع طعمها، اللي هي ايه؟ بقدونس، بصل وسماء، بصل احمر عاده وبقدونس وسماء، وبحب ادعكها كده دعكه بايدي بتقلل حده البصل، البصل بيليق جدا مع الكفته. هناخد سماء، السماء بتديه مزازه، شويه ملح، وندعك كده البصله مع البقدونس والسماء، بعدي كده. فعندنا العناصر اهي، طماطم مشويه، العيش، البصل، واهم عنصر اللي بالفرن. فهمتوا قصدي ليه حلو للعزومات؟ تطلع من الثلاجه على الفرن، الحاجات دي خليكم مجهزينها جاهزه، هتقدموا احلى كفته مشويه. تعالوا نبص عليها، انا شايفه لونها يجنن، بصوا لونها، اطلعها تشوفوها، شايفينها؟ بصوا هاتوا نطلعها، لونها رائع، مش عايزه انشفها اكتر من كده. ترارارا، عملنا حاجه ما عملناش حاجه، احنا دخلناها بس الفرن واستوت. هحضر الفحمايه، هحط دلوقتي عليها كده دول عشان ياخدوا الطعم، احضر الفحمايه، ادخل دول الفرن تاني، نحطها اول ما نرجع من الفاصل ونقدم الطبق كله على بعضه عشان نبتدي نقلي عيش البالون ونعمل احلى حواوشي. طلعنا الكفته من الفرن، استوت تماما، حطينا العيش، بصوا قرمش كده من الاطراف اهو، ومن النص طري وخد كده من بخار الكفته. تعالوا دلوقتي نديها نكهه التدخين. في ناس على فكره شفتهم بيعملوا ايه، بياخدوا العجينه دي اللي هي يعني عجينه الكفته اول ما تخلص في طبق كبير، بيعملوا حفره في النص وبيحطوا الفحمايه اللي انا احطها للعجينه، بحس انه بالاخر بتبقى طعمها لسه ظاهر اكتر. فانا هعمل ايه، هنسيب هنا مكان كده وناخدها في النص، نجهز الفويل جنبنا والزيت، نحط زيت ونحبس البخار ده كله اهو شويه بس عشان ما تبردش، مش فتره طويله تاخد الطعم. كترت انا المره دي الفحم عشان عايزه الوقت قصير، مش عايزاها تجلد، الكفته حلاوتها وهي سخنه. فاحنا يا دوبك دقيقه ونقدمها. تعالوا دلوقتي نقدم، هناخد البصل ده مع البقدونس، نوزعه كده، دي تتلف ساندوتش بقى، الشاطر يسيب كل حاجه وياخد واحده من دي بالبقدونس والبصل ويحط شويه طحينه مع الكفته.
حطيت زيادة الصوص اللي فضلت هنا على جنب اهو، خلوا شوية ممكن نحطهم على الوش، اغسل ايدي وتعالوا نقدم الطبق الشهي ده. جنبه زي ما قلنا طحينة وسلطة بلدي، انا مقطعة السلطة البلدي كل حاجتها وعاملة دريسنج هحكيه لكم حالا. شيل ده، بس هنحط الطماطم اللي شويناها. Are you ready؟ يلا. كفتة محلات عاملينها بايديكم في البيت، ده وقت الفطار اللي انا عملته ده ساعة الفطار كده قدام الضيوف. عارفين المطاعم التركي ده بتعمل ايه؟ شو كده، شو ده هو اللي بيشد الناس مش بس الاكل. وزعها بالشكل ده، جنبها الطحينة وجنبها عندنا هنحط على وشها كمان شوية البصل، وهنحط الطماطم حالا. هدي الطماطم المشوية، ناخد شوية هنا وشوية هنا، نحطها الناحية اللي باينة انها مشوية وحلوة. انت ترارارا، ايه رأيكم بالطبق ده؟ كنترول، انا اسفة جوعتوا صح؟ جوعتوا. الريحة لانه ريحة الفحم ظهرت ريحة الكفتة قوي. هاتوا هنطفي الفحماية بس، وصل لهم الكنترول اللي هو ورا البلاتو، اعتذر وبشدة. طيب دلوقتي تعالوا نعمل طبق السلطة اللي قلنا عليه الشهي ده، السلطة البلدي. عندي هنا ايه؟ عندي طماطم، خيار، بصل اخضر، فلفل حراق، فجل، بصل احمر، شوية كزبرة، فلفل رومي، فلفل الوان اللي انتوا عايزينه، والدريسنج زيت وليمون وخل وشوية ممكن تحطوا كزبرة ناشفة وملح طبعا اهو. ونعمل السلطة، ممكن تحطوا لها جزر مبشور كمان لو حبيتوا، يبقى معاها حلوة قوي الجزر. ونقلبها، لازم سلطة جنب المشاوي، جنبها طحينة. في ناس بتحب السلطة برضو بتبقى مع الطحينة، أنا ساعات كتير بخلط السلطة بالطحينة، بس بقيت عشان في ناس بيحبوا كده وبيحبوا كده أحط الطحينة سايد، واللي حابب يضيف هو اللي بيضيف على سلطته شوية طحينة. ننظف الطبق ونحطه جنب الكفتة عشان نبتدي بالحواوشي. حكاية الحواوشي ده هتشوفوه دلوقتي، رائع، العجينة خطيرة. أنا بس حاسة إنه السلطة محتاجة شوية زيت، حط لها شوية زيت زيتون كده and voila. حطها جنب، هتقرب الطبق ده كده ونحط ده كده.